بسم الله، السلام عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. اليوم جبت لكم تحليه بزاف خفيفه وبزاف بنينه واقتصاديه وراقيه، اكيد راح تعجبكم. وملبنه تاعها ماكمش راحين تحبسوها، تبقاو ديما تخدموها وما تملوش منها. فوالا، لي اول مره تشوف القناه دير ابوني، تفعل الجرس باش يلحقها كل جديد، ما تنساش بارطاجو فيديوهاتي وديروا لايك. نروح نشوفوا التحليه واش عندنا. عندنا هنا كريم ديسير اللي هي بطاطا فلو، وعندنا هنا الحبه تاع البنان، وعندنا 3 كيسان تاع الحليب. راح نعبر بالكاس هذا، يوزن 240 مليلتر. دوكا بعد ما حطينا الحليب، 3 كيسان تاع الحليب، نحطوا 2 مغارف كبار تاع السكر، ونحطوا 2 مغارف كبار تاع المايزينا، يكونوا معمرين مليح. دوك نخلطوا بارد في بارد، ومن بعد نبدا نحطو على النار، نبقى نخلطو هكذا حتى اللي تولي معنا كريمه. هكذا انا جبت الفوي هنا، احسن الفوي. فوالا، حتى اللي تولي معنا هكذا كريمه، حتى تولي تبكبك هكذا، نحوها. ومن بعد نروحو نطحنو البنان تاعنا، نخلو 2 على جهه ونطحنو حبه. فوالا، ماشي نطحنوها، نبحو هكذا بالفرشيطه. لو كانت طحنيه تذوب ترجع ما. فوالا، داك اللي نبحو هكذا بالفرشيطه باش يبقى لنا داك اللب تاعها في الكريمه، كي نولو ناكلو في الديسير تاعنا نلقاو اللب تاع البنان. انا هنا حبه جاتني قليله، راح نزيد الحبه الثانيه خاطرش هنا كانوا عندي الحبات صغار. دوك هنا بعد ما محينا هذاك البنان تاعنا، نحطوه في الكريمه وهي هكذاك سخونه باش يزيد يعطينا البنه، ونحطو هذاك الكريم ديسير تاني الفلو تاعنا. فوالا، ومن بعد نبداو نخلطو هكذا. وداك اللي البنان ما تبحوهش حتى اللي طيب الكريمه باش ما يفسد لكمش، كيما نعرفوا البنان بالخف يفسد، بالخف يكحل. هذاك اللي نخلوه حتى كي طيب الكريمه باش نمحو البنان تاعنا، ونمحوه بالفرشيطه برك الطحنيه بالروبو. لا طحنتيه بالروبو تجي عليك ما هكذا. شوفوا كيفاش يبان معنا في الكريمه، كي تولي تاكلي تلقاي اللب تاع البنان، تجي بزاف بنينه. دوك نحطوها في الكيسان هادو، ونحطوها في الفريجيدير ونخلوها تبرد. ومن بعد نروحو نخدمو الكراميل تاعنا. الكراميل هنا عندي 3 مغارف تاع السكر، فوالا نحطهم فوق النار. ومن بعد بيذوبو نحط عليهم مغرف تاع زبده، مغرف كبيره تاع زبده. ومن بعد نحي على النار هذاك الكراميل، نبقى ندوب في ديك الزبده في ذاك الكراميل حتى تذوب. بعد ما تذوب ديك الزبده، نرجع ذاك الكراميل على النار، ونحط له هكذا 4 مغارف تاع الحليب. هذا الكاس صغير تاع لاتاي اللي هي 4 مغارف تاع الحليب. فوالا، ونبدا نخلط هكذا. شوفوا ها ولي كم طاب معانا، خلاص نطفو عليه. دوكا جمدت معانا الكريمه تاعنا، دوك نحطو عليها الكراميل. شوفوا الكراميل هنا كيفاش جا معانا، يجي بزاف شباب احسن من تاع المحلات، ويجي بنين. شوفوا ما يلصق لنا في المقله ما والو. فوالا، دوك هنا نحطو الكراميل تاعنا، نحطو مغرف برك كبيره ما نكثروش، علاه عندنا الكريمه راهي حلوه بزاف. هذاك اللي الكريمه شوفوا رانا حاطين فيها السكر وحاطين فيها الفلو مسكر حلو بزاف، وحاطين فيه 2 حبات تاع بنان تاني حلوين. هذاك اللي الكريمه راهي حلوه، داك اللي ما نكثروش الكراميل، نحطو شويه برك للتزيين وباش تاني تعطينا كو للبنان. هذا ما كان تمام، ما تكثروش الكراميل باش الحلاوه تاع الكريمه تجي متوازنه، ما تجيش الحلاوه بزاف. الكريمه كي تجي فيها الحلاوه بزاف تجي تقهم، هكذا الحلاوه تجي متوازنه. فوالا، وتجي بزاف بنينه وتجي هايله. دوك هنا بعد ما حطينا الكراميل مشيناه كامل هكذا سير داير. ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تنجح لكم الا جربتوها. دوك عندي الحبه تاع البنان اللي بقات لي، قطعتها هكذا، شتو 3 حبه تاع بنان، رانا درنا بهم تحليه بزاف شابه وراقيه وتكفيك اللي عندك عائله. فوالا، هكذا نزينو هكذا بالبنان. هاي ليكم التحليه بعد ما كملناها، جات بزاف شابه وجات بزاف راقيه. فوالا، هكذا فرحي بها العائله تاعك مع دوك السخانه. كامل نحبوا حاجه حلوه هكذا من بعد الحشا، كامل نحبوا حاجه هكذا بنينه من بعد الحشا. تما هذاك اللي نحبوا حاجه برده حاجه خفيفه هكذا، هذاك اللي فرحي بها العائله تاعك هكذا بعد الحشا، اكيد كامل راح نشكرك عليها، كامل راح نقولك عاوديها لنا بلا شك، لخاطر بنتها هايله. المهم كي تجربيها تحكمي، ان شاء الله تعجبكم، واذا جربتوها ان شاء الله تنجح لكم. ان شاء الله نكون خفيفه عليكم. ما تنساوش ديروا لايك، بارطاجوا فيديوهاتي، واللي اول مره تشوف القناه دير ابوني، تفعل الجرس باش يلحقها كل جديد. فوالا، هنا حطيتها لكم في الكاس، حطيت لكم وحده في الكاس باش تبان لكم. بالنسبه اللي ما عندهاش الا طباسه هكذا تحط في الكاس. فوالا، دوكا هنايا هاي ليكم، شوفوا كيفاش جات معانا، تجي بزاف شابه. شاهدكم في الجنه، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ومع السلامه.